في سادس جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، تم اختيار مرشح اللجان الفرعية للمحورين الاقتصادي والمجتمعي، وذلك استكمالا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة الحوار الوطني. ده حوار بيقوم على فكرة مساحات مشتركة، يعني توافق بين قوى سياسية وقوى اجتماعية هي لها آراء مختلفة، علشان توفق بين الناس دي فيتعلق بالمقررين، مقررين مساعدين، تقسيم الجلسات، ده بياخد وقت. لو ده قرار ممكن المجلس كان ياخده في جلسة كان خلص في جلسة، بس أنت بتكلم أحزاب كتير وجمعيات وناس فأنا بس رأيي الناس تصبر. أنا تقديري إن الحوار ممكن يبتدي آخر الشهر إن شاء الله، فياخد آخر الشهر وياخد أكتوبر كله وياخد كمان نص نوفمبر لحد نبتدي مؤتمر ناخد. يأتي ذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري. في جلسة تحضيرية أكيد هتبقى عشان نحدد يعني الحوار بقى هيبقى مين الحضور ليه، بقى المشاركين المتحدثين، كيفية الحوار هيتم ازاي، كل الكلام ده هيبقى موجود. لا أكيد هيبقى في جلسة تحضيرية أخرى قد يكون الأيام القليلة القادمة. مطمئن طول ما احنا بنبذل جهد وطول ما بنلاقي في نتائج لهذا الجهد. أتخيل إن احنا قطعنا شوط واسع، الجلسة دي إن شاء الله ما تنتهت، يبقى معناها إنها انتهت كل اللجان المسؤولين اللي هيديروا هذه اللجان. وكان مجلس الأمناء قد استقر بالإجماع في جلسته الخامسة على اختيار 12 مقررا ومقررا مساعدا للمحاور الثلاثة الرئيسية، فضلا عن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني. شارفت إذن الجلسات التحضيرية للحوار الوطني على الانتهاء في ظل مساعي المشاركين للوصول إلى رؤى ومساحات مشتركة تعبد الطريق نحو الجمهورية الجديدة. من الأكاديمية الوطنية للتدريب، محمود العزالي، التلفزيون المصري.